ماشي يطلع اللايف مظبوط. إذا متابعي قناة شوف تي في مباشرة معكم من هنا من مدينة أسفي، دقائق قليلة بقات على مباراة المنتخب الوطني و يعني الخصم ديالو اللي هو فريق جزر القمر. معنا الآن مصطفى اللي معروف بميستوف عند الساكنة ديال مدينة أسفي، مصطفى مول الزريعة خلى المحل ديالو اليوم وجاي يتفرج في المنتخب، والأمنية ديالو أن المنتخب يربح ويفرح جميع المغاربة. يعني مصطفى أن شدها الخلعة. لا شدني خلعة زعما ديال خصنا ندوز كوب دافريك. خاصنا ندوها ياك خويا. مرحبا مصطفى، نتعرفوا عليك في البداية. خويا سامي تحياتي لك من هذا المنبر، وتحياتي للناس اللي غتشجع المنتخب الوطني من قلبها، لان المنتخب ملي كيكون في تظاهر اللي هي كاس افريقيا او كاس العالم وما كنكونش ماتش عادي، لان كتولي ضربه القلب كتضرب. علاش؟ لان المنتخب عنده واحد الهيبه عند الشعب المغربي والجمهور المغربي، حيت الجمهور المغربي كيعشق كره القدم. ما يهمناش جزر القمر ولا بوركينا فاسو وكاميرون ولا غانا ولا شي، فهمتي؟ اي اسميه كما كان غنلعبوا معاه، وتروا بو هي اللي كنبغيو، وغنمشيو ايتاب بار ايتاب. وهاد الكوب ان شاء الله كنتوقع ان غنديو هاد العام، وما تبقاش هاد النجمه غتولي جوج نجمات، لان الجمهور المغربي كيستحق كوب دافريك، لان هاد الجيل ما عاش. حدنا من 2004 عشنا النهائي، دوماج كنا ما فزناش باللقب. من تما وانا كنشجع المنتخب من 2004 بدا عشق ديالي وحب المنتخب، لان انا ولدت صراحه من تما تربى فيه الحب، الحب بزاف المنتخب. كيبقى الوطنيه يعني ماشي شي حاجه اللي عاديه، اقسم بالله ماشي شي حاجه اللي عادي، شي حاجه اللي هي ديال بصح. كتبورش التبوريش ملي كيكون لعب منتخب، كنعش النهار قبل الماتش. علاش؟ لان كنبغوا نفرحوا. انا عزيزي نشوف الشعب المغربي فرحان، الكره هي اللي غتفرحنا في هذه البلاد. ما فرحتناش الكره شنو غيفرحنا؟ الكره ديال الشعب، حنا شعب كنحبوا كره القدم اكثر من البرازيل. حق الله شفت نتحدى شي شعب في العالم من غير البرازيل وشي شعب عربي او افريقي كيحب كرة القدم بحال الشعب المغربي. ما كاينش شي شعب كيحب سميتو المنتخب الوطني. كاين شي شعب انا في العالم كيجيني كيحب كرة القدم كيف هاد الناس هادو. جيتي اليوم خليتي المحل ديالك خويا مصطفى، انت معروف عليك انك ولد شعب كتخدم في محل ديال واه، كنترزقوا على الله ونجبدوا بالحلال والحمد لله. عندنا والدين وربنا وربونا على الحلال، تحياتي للام والاب ديالي. وكنعشق كرة القدم، ما كاين بليا لا والو، رياضة وحب المنتخب، حب كرة القدم، حب اولمبيك اسفي. هذا ما كان مسفي ويشجع المنتخب الوطني، الله الوطن الملك. يعني كان تتفرج بإحدى المقاهي اللي كاينة، إحدى المقاهي اللي كاينة في إحدى ملعب قرب ملعب مسيرة. مشجع مشجع ديال بصح، كان ديال العاقة غنمشي الكاميرون، أقسم بالله ما كانش في الكاميرون، وكان نفلوغي تما ونبلبلها ونضحك حتى أنايا ونعطي. كيفاش ما عندكش العاقة؟ اه لا زعما ما يمكنش حسك ما لقد الحال، ما حسيتش فهم شي، ماشي في مستطاع باش غتمشي الكاميرون فهم شي. وعلى عندك الفلوس وكانت هذه الفلوس غنمشي نخسر عليهم فهم شي، غنمشي حتى انا الطياره، غنمشي غنشط مع اوطيل غنريح فهم شي، حتى انا فلوغي تما نتفرج منتخب. يعني انا ديما انا في كل تظاهره كنشري توني،
وشابو بزاف الحوايج. كنجي القهوه قبل بساعتين ثلاث سوايع قبل الماتش، كنسبق الفرح بليله اقسم بالله. لا لا في كل تظاهره هكا راه الاصدقاء تاع الحومه ديال اسي عارفين هادشي، راه كاين دليل. راه ماشي انا زعما غنبدا نبان دابا ولا شحال، هادشي كان ديما كنبان انا من صغري، انا كنبان. علاش؟ عزيز عليا نبان بواحد الصوره اللي زوينه، وعزيز عليا المنتخب الوطني، وعزيز عليا كره القدم بصفه عامه. كنبانو شي حاجه اللي هي خايبه، حنا متفائلين وايجابيين. دونك راه متفائل باللي المغرب غيجيب كوب دافريك، وربحوا هاد المباراه 4-0 بربعه توقعات 4-0. مباراه راه دابا الخمسه انطلقات، وانا كنصور وانا في التصوير تاعي عزيز عليا فهمتي، لاحظ قبل الماتش واخا دابا روطار والماتش بدا، نتوقع شي 4-0 المباراه، وتوقع تاع هذا العام غندو كوب دافريك هذا ما كان. لان المغرب هذا العام كيقول لك حالي وزيت مدرب ناقص، لا مدرب اللي هو رائع، حالي وزيت مدرب رائع عنده كفاءة كبيرة في التدريب، كاع في المنتخب اللي كان معاهم عنده معاهم تأهل لكأس العالم أو أدوار مقبلة. يعني حنا راه عندنا دابا الكأس أفريقيا غادي بينا في التصفية، دزنا الدور الحاسم في كأس العالم، يعني حد نتلاقاو مع واحد المنتخبات الإفريقية. حاليا دابا ربحنا غانا، غنربحو إن شاء الله جوج القمر، وغتقالوا لدور التومون ومشوا ايطاب بار ايطاب ان شاء الله. وكيقول لك حلوز ماشي مدرب، ما يمكنش ما يكونش ماشي مدرب، هو كيخدم بديك العقليه تاعو، عنده عقليه ديال التدريب خاصه به، ما يمكنش حتى تدخل فيه. يعني قال لك ما بغاش سياش، ما بغاش هذا، ما بغاش هذا، من حقه. يعني هو حنا اللي علينا هو يفرحنا حنايا، حنا ما حنا تشوف توقع 4-0. واي لاعب في المنتخب الوطني كيبقى حامل القميص الوطني كبر منه، هو ماشي اللاعب الكبر من القميص الوطني، القميص الوطني كبر من اي واحد في المنتخب ولا في الطاقم التقني ولا، يعني كبر منا حنا. حنا كنموتوا على هذا القميص الوطني وكنغيروا عليه، وبغينا الدرابو تعلي في السماء هذا العام، والكوب دافريك ان شاء الله نجيبوه لما لا، يا ربي يا ربي. والله الوطن الملك، تحيه لاي واحد كيجي المنتخب الوطني، الوطني راه في القلب، الوطني راه في القلب. يعني ما كتمشي ضروري غتعطينا شي حاجه باش غنكون وطني، وطني انا بدون مقابل. يعني الوطني كتكون من خارجه من القلب، بحال شي ما خارج من شي عين من شي ارض. يعني وجيما مغرب يا ربي ربحوا اليوم، يا ربي يا ربي يا ربي ربحوا، ومربوحه ومربوحه 4-0 يا ربي ويا ربي، ودعوا ان شاء الله مربوحه. ومازال تشوفونا ان شاء الله، ان شاء الله هذا العام مازال تشوفونا تبلبيل 4-0. وفي الفينال عندي توقع نتلاقوا معايا مع نيجيريا مع الكاميرون ان شاء الله، وغنجيبوها اقسم بالله. وما خصنيش نقسم الا غندو هاد العام كوب دافريك، عندي احساس غنديوها، وغيبلبل الكعبي ورحيمي سودالي سايس سايس، راه مدافع اللي هو واعر عزيز عليا، بونوم وحارس عالمي. عندنا منتخب زوين، سودالي كعبي رحيمي اكرد تبارك الله، مشى من الفتح لاوروبا، من اوروبا دابا المنتخب ديما رسمي، زيد حكيمي عالمي، يعني عندنا لعاب عالميين. شي حاجه اللي هي ديال بصح نجيبو كوب دافريكا هذا العام. تحياتي لكم وديما مغرب، وتحياتي ناس اسفي وديما اسفي. يعني كتشوف ان المنتخب اليوم قادر انه يفوز؟ انا راه بغيت دابا نمشي نتفرج، كعطيت فهمتي واحد سميتو التصريح مع شوف تيفي، تحياتي لهم. باقي لي جوج دقائق او ثلاثه دابا غنمشي نتفرج المنتخب، تعطلت عليه بجوج دقائق خصني نمشي نتفرج دابا ونربحو ان شاء الله. تبارك الله، تحياتي لك، شكرا، الله يسر لك الامور. للمتابعين الكرام، كان هذا هو التصريح ديال مصطفى اللي معروف هنا في مدينه اسفي بخصوص مباراه اليوم اللي كتجمع بين المنتخب الوطني وفريق جزر القمر. وكنتمناو متابعينا من هذا المنبر على ان المنتخب الوطني يفوز اليوم ويفرحوا جميع المغاربه. بعد ان وصلنا الى هذا البث المباشر، الى اللقاء متابعينا الكرام، على امل ان نلتقي بكم في بث اخر ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه.